كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان بباريس، كشف عن وجود خلافات جوهرية مع طهران فيما يتعلق بمحادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، مضيفاً أن إيران تدعم الإرهاب وتخل باستقرار المنطقة. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده لن تتوصل لصفقة تعيد إحياء الاتفاق المتهاوي إلا إذا أوفت السلطات الإيرانية بالتزاماتها النووية، واعتبر أن العودة إلى هذا الاتفاق ستكون صعبة للغاية إذا طالت المحادثات أكثر من اللازم. ومن جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تنتظر أن تتخذ إيران قرارات لازمة ونهائية لإحياء الاتفاق النووي. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم ترد عليها بخصوص تمديد اتفاقية مراقبة الأنشطة النووية الذي انتهى أجله الليلة الماضية، داعية إلى رد فوري من طهران.